مشاهدي الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نقطه تحول. ست محاسن ضيفة عزيزة على نقطة تحول وعلى شاشة الموصل، أهلا بك. أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على هذا اللقاء. الله يحفظك. ست محاسن، هو سؤال يعني نسأله دائما للسادة المرشحين، كانوا نواب أو مرشحين يعني حديثي العهد، يعني تعريف بالسيرة الذاتية لحضرتك، عملك الحالي، رقم السلسلة والقائمة، ولو أنت يعني شخص وشخصية معروفة من شخصيات الموصل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محاسن حمدون حامد الدلي، من مدينة الموصل، خريجت كلية الإدارة والاقتصاد، فرع اقتصاد قسم إحصاء، تخصص محاسبة، موظفة في المصرف الصناعي مدة 15 عام، بعد ذلك في مجلس محافظة نينوى عام 2009، كنت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية لحد 2013، بعد ذلك قدمت إلى مجلس النواب بعام 2014، والحمد لله والشكر كان الفوز حليفي خارج الكوتا، وعدت الكرة مرة ثانية في عام 2018، وأيضا كنت الأولى على الموصل في الأصوات بالنسبة للنساء، نائب في البرلمان العراقي، عضو اللجنة المالية. في الوقت الحاضر أيضا قدمت ترشيحي إلى مجلس النواب في لهذه الدورة القادمة، وإن شاء الله أمثل محافظتي أحسن تمثيل في بغداد في مجلس النواب العراقي. إن شاء الله التوفيق لك وكل السادة المرشحين والسيدات المرشحات، من أجل أنه يعني نضمن يكون عندنا برلمان حقيقي قوي مساند للشعب العراقي اللي عانى الكثير من المشاكل والويلات. سيدة محاسن، يعني بالتأكيد اخترتي أن تدخل السباق الانتخابي مع تحالف تقدم من دون الدخول مع تحالفات أخرى، ما هي الأسباب؟ يعني لماذا تحالف تقدم بالذات؟ أنا من البداية كنت أعمل بال 2014، كنت مع حزب الحل، وحزب الحل كان سيد رئيس مجلس النواب سيد محمد الحلبوسي كان معي بهذا التحالف وبهذا الحزب. بعدها بال 2018 كان أيضا كنت مستمرة، وكان التواصل فيما بيننا موجود من 2014، ودخلنا بال 2018، وكان هو بال 2016 إلى 18 كان رئيس اللجنة المالية، فهو كان مسؤولي. من 2018 كان رئيس مجلس النواب، وكان يعني من الشخصيات المرموقة اللي يعني لها أهداف لي يعني بالنسبة عنده رؤية مستقبلية، رؤية مستقبلية كمهندس شبابية كمهندس، كان يعني كان مستوعب كافة أعضاء مجلس النواب. فمن دخلت ما فكرت بأي كتلة، صارت عندنا عروض بأنه أدخل إلى كتلة ثانية، لكن فضلت أن أبقى بكتلتي ومستمرة مع كتلة تقدم مع السيد رئيس مجلس النواب العراقي. يعني يمكن أنت الوحيدة اللي شخصيات اللي ما غادرت حزب الحل، يعني ظليت بقيتي مستمرة لسنوات معهم، وهذا يمكن شيء نادر. الحمد لله أنا من دخلت أيضا ما حاولت أتحول إلى أي جهة ثانية. طيب يعني تشوفين العمل مع تحالف تقدم هو الأفضل من دون التحالفات الأخرى، منحك فضاء واسع للتحرك، يعني ممكن تطرحين آرائك، أكو هناك من يسمعها من يترجمها إلى عمل؟
طبعا هو لا هو كرئيس مجلس النواب يعني من دون ان نكون الحركه مقيده او ما مقيده في حزب التقدم، بالنسبة للسيد رئيس مجلس النواب يعطينا حرية الحركة، حرية الكلام، حرية التعبير، حرية التداخل. كان من النوع اللي أنا باللجنة المالية يساعدني كثير في طرح مشكلات محافظة نينوى، في الحصول على مستحقات محافظة نينوى. كان يعني هو الداعم الأساسي كرئيس لجنة مالية وكذلك كرئيس مجلس النواب. يعني ما كنت طلبت في اليوم أي شيء يخص نينوى، وكان هناك اعتراف. بالعكس كان دائما يذكرني بأنه أنت تبقين تطلبين، ما تطلبين إلا نينوى. يعني كان يشجعني على هذا. ف يعني أكيد راح أكون مع هذا الحزب، مع هذه الشخصية المرموقة اللي ساعدت يعني نحاول تقدم إلى محافظة نينوى. ولو أن محافظة نينوى عانت ما بعد التحرير من قبل داعش وما بالآن بالفترة 2014 إلى 2017 كان معاناة أهالي نينوى فترة داعش. وبعد التحرير كان أيضا هناك معاناة من سوء استخدام الأموال المخصصة لمحافظة نينوى. الغلط كان من الحكومة المحلية وليست من الحكومة المركزية أو من مجلس النواب. تقصدين عذرا المقاطعة، كانت الحكومة الاتحادية أو المركزية تمنح نينوى أموال لكن كان سوء. طيب أين دور نواب نينوى في مراقبة عمل المحافظة أو الدوائر؟ المبالغ المخصصة من الحكومة المركزية ليست بالمبلغ الوافي والكافي لمحافظة نينوى لحجم الدمار اللي كان موجود بها. ضررها كبير. نعم الضرر كلش كبير. لكن بوقتها احنا يعني ما كنا نتابع، كان موجود مجلس محافظة نينوى. مجلس المحافظة عليه المراقبة المحافظ، وهو اللي كان يقرر بأنه يبقى أو لا. لكن بعدين من صارت حادثة العبارة فلا بد أن يكون هناك تدخل من قبل مجلس النواب، وكذلك سحبنا الثقة من مجلس المحافظة، فكان إقالة محافظ نينوى وبدينا محافظ جديد. المحافظ الجديد بدأ يعمل لكن أيضا تم إقالته، وبعد الآن أستاذ نجم. فإحنا نراقب يعني دائما نراقب يعني نشخص الخلل. لكن في بعض الأحيان يعني ما كل المواضيع أقول لك بأنه أنا مسيطرة عليها وأقول لك أنا حصلت نتيجة وحصلت جواب. لا، لأن المحافظة كبيرة والاحتياجات، يمكن صوت واحد ما يكفي، بحاجة إلى أكثر من صوت. احتياجات محافظة نينوى كبيرة. بحيث يعني المفروض يعني إحنا كمجموعة 34 نائب نتوحد. لا، الأمور بدت تتوضح بالوقت الحاضر، بدت تمشي. ممكن يعني احنا نراقبهم نحاسبهم، ان اذا ما على احتمال نراقب ونحاسب لكن ما نعرضه للملأ. لانه يكون من الافضل، لانه صار عندنا تغييرات بالمحافظين. ما معقوله يعني احنا عندنا 3 محافظين خلال 3 سنوات وبعد نبدي نغير، وانما نقدم اعتراضاتنا لكن ليس بالعلن. طيب سيده محاسن، يعني كل مرشح كان نائب موجود حالي أو سابق أو مرشح يعني حديث العهد في العملية الانتخابية لديه بالتأكيد حملة انتخابية. يعني جنابك لديك خبرة لأكثر من دورة في البرلمان، كيف تفهمين الحملة الانتخابية أهميتها بالنسبة لك كمرشحة عضو برلمان حالي؟ بالتأكيد الأوضاع اختلفت عن عام 2018، يعني المواطن بدأ يعرف الصحيح من الخطأ، يعني بدأ صار عنده وعي. نعم الحملة الانتخابية بالوقت الحاضر تختلف عن ما عام 2018 كانت حملة الانتخابية بالنسبة لي ما كنت أخرج إلى القرى الأرياف داخل مدينة الموصل المحلات. كان عندي يعني ظهور لكن قليل. بالوقت الحاضر الحملة الانتخابية أكثر الأوقات إحنا نعمل تجمعات، هي يعني يعملون تجمعات ويطلبون من عندنا نحضر. فبالوقت الحاضر دائما مشغولة، دائما تجمعات. يعني أمس كان عندي 4 تجمعات طلبونا
وطبعا احنا يعني نرحب بهذه التجمعات. نعم. ولولا رغبه بمقابلتنا وبلقائنا ما يسوون هاي التجمعات ويطلبونا. متأكيد. والحمد لله والشكر احنا على قدم وساق. نعم. المكتب بالنسبة لي يجون المواطنين، ما نرد أي مواطن، استقبال مستمر طول الوقت. نعم. وبنفس الوقت أيضا نخرج يعني للشارع الموصلي. نعم. حتى نلتقي بالمواطنين. طيب سيدة محاسن، كيف تصلين إلى عقول الناخبين؟ يعني تحصلين على أصواتهم في هذه الظروف؟ يعني مثل ما تحدثت قبل شوية، المواطن صار عنده وعي، بدأ يعرف النائب اللي عمل، النائب اللي قصر عذرا مع في عمل ما طلبوا في شغله. كيف تصلين الى عقوب؟ يعني موجود 97 مرشح ضمن دائرتك الانتخابيه، يعني يمكن 30 سيده موجوده ضمن الكوتا. الحمد لله والشكر. ما في صعوبه. نعم. بعرض يعني او من اعرض اسمي. نعم. او يعني من يقولون محاسن حمدون. نعم. يعني الحمد لله أنا اشتغلت من عام 2009. لديك منجز تقصدين. مستمرة أنا بالعطاء والعمل لمحافظتي بدون توقف، يعني ما مثلا هسه بديت أشتغل وحتى أعمل لي حملة انتخابية. نعم. وإنما طول فترة موجودة بالحكومة، من كنت مجلس محافظة كانت عقودي سناد أم الربيعين، كان هذه الدور الأكبر، يعني 12,000 درجة وظيفية لمحافظة نينوى، ولحد الآن ما وصلت أي درجات وظيفية ما عدا العام الماضي. نعم. تربية نينوى. فكان هذا منجز لأهالي نينوى وليس بالنسبة لي، لكن كان بالنسبة لي منجز بمتابعتي وبالحصول على هذا على هذا المنجز أو هاي الدرجات الوظيفية. بعد ذلك بال2000 بعد التحرير، من كان داعش موجود، كنت أنا المطالبة لرواتب أهالي نينوى، للمدخرات لأهل نينوى، لحقوق أهل نينوى، حتى وكان تحت سيطرة داعش كنت المطالبة بحقوق. كنت تلقيني أذان صاغية من الحكومة طبعاً من اللجنة. أنا يعني كوني باللجنة المالية. نعم. كوني بعرض التخصيصات المالية. نعم. لمحافظتي، للمهجرين، للنازحين، كنا نطالب. فكانوا يقولوا لي أنت ليش طالبين؟ محافظتك منكوبة. نعم. أو محافظتك مباحة مدمرة. فكنت أقول هذه حقوق أهالي نينوى، حتى لو ما حصلناها ناخذها بعدين. نعم. فكنا مطالبين مستمرين. نعم. بال2016 بعد التحرير بدينا عمل ثاني. كان هناك قرار من رئيس الوزراء بأن المواطن أو الموظف في محافظة نينوى يعتبر في إجازة مفتوحة. نعم. معناتها رواتبه موجودة. نعم. فقمنا نطالب بالرواتب المدخرة، بالمخصصات، بمباشرتهم، بحقوق بعض الموظفين ما قبلوا يباشروهم. فكنت اكو موظفين خارج العراق، خارج العراق، على ما جو من خارج العراق، بحيث حصلنا الموافقة الا بداية 2018. 1/1/2018 كان اخر وقت للاستقبال الموظفين. فكان عمل مستمر. بعد ذلك قمت مطالبة بإعادة الشرطة المفصولين، لان الشرطة المفصولين اعتبروهم مستقيلين. فطردوهم من الجيش، من الخدمة العسكرية عفوا. فأيضا كنت من المطالبين. نعم. من أيضا خلينا المادة القانونية باللجنة المالية، يعني واللي ساعدني عليها السيد الحلبوسي. نعم. بإضافة هذه المادة القانونية. نعم. بموازنة 2018 وبعدين عفوا 2019 والتصويت عليها من قبل مجلس النواب. فالعمل يعني بدون توقف. نعم. والحمد لله شرطة المرور كان 152 شرطي لا يعني مقال أيضا رجعت. على الرغم من يعني عملكم المعروف في البرلمان أنه رقابة تشريعي، لكن كان جزء منه خدمي أكثر. يعني ونينوى كانت يعني بحاجة إلى كل صوت، إلى كل جهد، يعني في هذه الظروف اللي تعيشها وعاشتها طيلة سنوات ماضية. طيب سيدة محاسن، تفاصيل البرنامج الانتخابي الخاص بحضرتك في هذه الانتخابات ماذا يتضمن؟ برنامج الانتخابي ما مثل ما أقول لك راح النقطة الفلانية والنقطة الفلانية، لا، برنامج انتخابي خدمة أهالي في محافظة نينوى والمطالبة بحقوقهم والحصول عليها من قبل الحكومة المحلية الاتحادية. نعم. طيب يعني خلال سنوات عملتي ضمن اللجنة المالية، يعني بالتأكيد هناك صعوبات استحصال مبالغ طبعاً. هناك يعني تسهيلات، يعني ما بين بين. طيب ما هي أصعب الملفات اللي واجهت حضرتك في مشكلة
يعني استحصال أموال نينوى؟ الصعوبة اللي أكثر شيء كانت عودة الشرطة المفصولين. كانت يعني صعوبة لأنه المقابل ما كان يوافق، يقل لي هذولي متخاذلين، ليش تقبلون ترجعوهم؟ فكنت مصرة، مو أنا قلت لك بأنه المساعد الأولي هو رئيس مجلس النواب من كان رئيس اللجنة المالية، بحيث خلا يعني عاوننا عليها، وبعدين خليناها بالموازنة 2019. بس مع هذا اشترطوا من خلينا عودة الشرطة المفصولين ألف وباء وجيم، فكان الأغلبية من أهل محاطنينا كان ألف، شرطة ألف اللي ما بعد 2014، باء كان على أساس اللي بالبصرة، جيم كان عودة الجيش المفصولين من 2007 فما فوق، فكان يعني هناك شرط ما نقبل بذولي إلا نقبل بهاي النقطة، فواجهناها ووافقنا عليها لأنه لابد أن نكون نحصل حقوق أهالينا. سيدة محسن، أستاذنك فاصل بعد أن نكون الحوار. نعم. شاهد الكلام فاصل قصير ثم نعود. شاهدي الكرام، اهلا بكم من جديد. سيدة محسن، رحب بيك مره اخرى في نقطه تحول. ست محسن، العمل البرلماني بالنسبه للسيدات صعب تشوفيه مثلا؟ يعني خاصه للحديثات عهد في العمل السياسي، العمل البرلماني، يعني حضرتك لديك خبره، اما عن حديثات عهد في الترشيح تشوفيه صعب عليهم؟ اكيد صعب، ليس فقط على النساء، حتى الرجال يعني بأول من يصير نائب بالبرلمان العراقي يعني خبرته قليلة، تواصله قليل، خاصة بالوقت الحاضر الشباب اللي ما عنده أي خبرة ولا عنده أي تواصل، أو ما عنده مثلا متعين بوظيفة أو شيء، فتكون خبرته كلش قليلة، فيعني صعوبة. طيب أول شنو أهم الصفات اللي يجب تتوفر في البرلمان القادم؟ يعني بالتأكيد لازم تختلف عن الدورات السابقة. هو البرلماني في كل وقت هو برلماني، لكن يعني أكو شروط، يعني بالشخصيات والشروط نفس الشروط. بالعكس، الشروط يمكن سهلت حصول البرلماني على الوظيفة بأنه قلل العمر، صار 28 سنة، بينما يعني أنا كنت من المعارضين لأنه شاب بعد في مقتبل العمر، ما عنده أي خبرة، لا عنده أي تواصل، فراح يجي أول سنة لازم يكون ناضج شوية، يكون ناضج، عنده خبرة، عنده تجربة عملية، لأنه أو اللي يجي النائب يجي في أول مرحلة راح يكون أول سنة ما يقدر يدبر شيء، ما يقدر، لا يعني لازم يكون هو متابع، يعني تقصدي ما يحرك ساكن، ما يتحرك، ما يتخيف، يعني أشكو بالأجواء شلون، لازم هو يكون متابع، قاري مضبوط، يراجع، يتواصل، يطلع على فقرات الدستور، يتواصل مع مثلا مع النواب السابقين، يتواصل، يقرأ البحوث، يقرأ شغلات، حتى يقدر يكون نفسه بالبداية. طيب يعني الناخب اليوم في نينوى شوية صعب، يعني أصعب من الدورات السابقة، يعني بعد الأمور اللي صارت كثير على أهل نينوى، يعني شو نقنع المقاطع المتذبذب، نقنعهم أنه لازم يكونون ضمن القافلة حتى يعني يكونون يذهبون إلى صناديق الاقتراع، والكل يعني حسب ما نسمع يريدون تغيير، إذن لازم الكل تشارك، هذول المقاطعين المتذبذبين شو نقنعهم؟ هو أهم شيء نطالب المواطن ما دام يريد يغير، ما دام يريد يجيب وجوه جديدة، أو يريد تبقى الوجوه اللي يغيدوها، لازم يشارك بالانتخابات. إذا ما شارك بالانتخابات راح يكون حتى مثلاً 20% من المواطنين انتخبوا، 80% راح يروح صوته، راح يروح صوته حتى لو ماكو تزوير وماكو أي شيء، راح تكون روح حدر. 20% راح يكون مركزين على مرشحين أو نواب جدد احتمال ما يستاهل
بس لأنه 80% من قاطعوا فال 20% سهلت المهمة. لكن إش قد تزيد النسبة تصعب المشكلة المهمة على المرشح. طيب شلون نحرك هذا المقاطع؟ يعني كيف نقنعه؟ كيف نصل إلى عقله؟ أو يعني ما معقولة هو اللي يقول أنا أريد التغيير، أريد تغيير، وهاي المظاهرات وهاي الطلبات وهاي وبعدين مجلس النواب غيرنا الموعد الانتخابات قربناها، كل هذه الطلبات غير على أساس يروح للانتخابات. يعني انتخابات مبكرة، انتخابات مبكرة صارت غير حتى يروح للانتخابات، حتى إذا في باله التغيير أو إثبات الشخص اللي يريده. فالمواطن يكون هو يحسب نفسه. يعني هو يحاسب نفسه. يعني أشخد ما أنت تحكي معانه إذا ما ذاته يحب التغيير ويحب المشاركة صعب تقنعه. إضافة إلى كان اختياره صائب، يعني أهم شيء يعني يدرس بدقة الشخصية اللي يريد يعني يختارها. تشوفين مثلاً بالعائلة 5 أفراد أو 6، يعني 6 أو 5 ما متفقين على اسم معين. تمام. كل واحد عنده هدف معين. صحيح. يعني هذا أيضاً يعني نوع من الوعي، أنه يعني ديمقراطية، أنا أختار هذا وكل واحد حسب رغبته. نعم. قبل يومين التقيت بمجموعة من الأشخاص، فأحد الأشخاص كان بمجلس يعني، فقال ابني يعني أقارب مرشحة، فيقول قلت له تنتخبون فلان؟ يقول ابني جاوبني قال لي لا أنا أنتخب محاسن حمدون. هي أنا عقد إسناد ويلا عينتني. فقال ما قدرت أقول له لا، لأنه الأب رأي والابن رأي ثاني. يعني العائلة العائلة فأكثر من متفقين على اسم معين، هناك عوائل كثيرة. طيب المواطن سيدة محاسن من خلال الخبرة البرلمانية اللي تقريبا 8 سنوات يراهن على بروز جيل برلماني شاب، سيدات سادة جدد مع شخصيات القديمة، لو لك رأي آخر؟ هاي اختيار المواطن. يعني أنا بالنسبة لي ما تق... لا لا من خلال الخبرة، من خلال لقاءات مع الناس. أنت ما تعرف الشعب والمواطنين. في تغيير مستمر. يعني ما تقدر تقول بأنه راح ينتخب القديم. أو ما تقدر، لكن يجوز يخلي قدامه والله هذا الشخص أعرفه وأقدر أصله. بالنسبة للشخص الجديد ما راح أقدر أصله. أو ما أعرفه أو ما عنده خبرة، يجوز هاي تمنعه ويجوز العكس. لأنه سابقا كانت العفو نينوى دائرة واحدة، نأخذها مثالا عن العراق يعني. دائرة واحدة سيدة محاسن حمدون، يعني احتمال من تل عبطة ينتخبوها، احتمال من كل المحافظة. لكن الآن مثلا تم حصر المرشحين في كلهم في دائرة يختار هو. طيب يعني رأيك نظام الدوائر اللي أقره البرلمان أفضل من الدائرة الواحدة أم لك رأي آخر؟ بالنسبة للمرشحين أسهل. من قبل صار أسهل. أسهل يعني أنا هسه كنت أعرف وين أشتغل. وين يعني أثقف، وين أقوم مشاريعي. أقوم أقدم خبراتي. بينما كنت قبل محافظة نينوى بالكامل. واسعة. يعني واسعة. يعني ربيعة، سنجار، قيارة، غرب نينوى، جنوب الموصل، تل عفار، محلبية، العفو، سهل نينوى. فكنت وين تروح ما تعرف. بينما ساعتها أنا أعرف دائرتي وين، وأعرف لمن أخاطب وكيف أتكلم. طيب يعني تشوفين مثلا الصراع في الدائرة السادسة بالنسبة للسيدات المرشحات، نائبات سابقات، نائبات حاليات، يعني صراع شرس، تنافس شرس في هذه هو العدد المرشحين مرشحات الأفو بالنسبة للدائرة السادسة يجاوز 30 امرأة على مقعد واحد. على مقعد واحد. يعني المنافسة القوية بالوقت الحاضر بيني وبين انتصار الجمهوري محصورة. ما يعني أنا حسب اطلاعاتي بأنه محصورة بيني وبين انتصار الجمهوري. لكن بالإمكان واحدة من عندنا تحصل خارج الكوتا. فإذا حصلت خارج الكوتا الثانية مع الكوتا يكون مكسب. هذا أنه السيدات 2 من دائرة، فإحنا نشتغل على هذا الأساس. طيب يعني نائبة في البرلمان لأكثر من يعني دورتين انتخابية، تشوفين المواطن راضي عن أداء مجلس النواب، أداء أعضاء مجلس النواب لينا؟ يعني إذا ما راضي
عن المرشح الموجود أو المرشحة الموجودة إذا لأكثر من دورة. صندوق الاقتراع هو الفاصل. نعم، يعني قصدي من لقاء خلال اللقاءات. نعم. تسمعين يعني بالتأكيد هناك نقد، هناك نقد بناء، نقد. نعم. يعني راضي بالعكس بشكل أنا عام. أشوف النقد بالنسبة لي يعني حسب عملي أنا ما أتابع. نعم. أشوف الثاني. نعم. أنا الحمد لله والشكر حسب ما أقوم بينه وحسب الانتقادات الموجودة. لا يعني لابد أن يكون هناك بالتأكيد. انتقاد بالتأكيد. يعني ما أقلك 100% لأنه يعني كثيرين أكو ضد. نعم. أو هم ما راضين. نعم. هم مثلا من نوع اللي ما يقتنعون بأي شيء. نعم. بس الأغلبية. نعم. الحمد لله وشكر كان. طيب ماذا يريد المواطن في نينوى مدينة الموصل من البرلمان القادم؟ شو يريد؟ المواطن الموصلي هناك ملفات كثيرة يعني. المواطن الموصلي أبسط إنسان. نعم. عش يحتاج؟ يحتاج خدمات. نعم. يحتاج عمل. نعم. يحتاج رعاية اجتماعية فقط. يعني أحلام بسيطة. أحلام بسيطة يعني. نعم. أقلم يعني شو أريد يعني أشنو الحلم الأخير؟ نعم. الخدمات هذا حق مشروع لكل مواطن. نعم. وغلط من إحنا نقوم هسه بالوقت الحاضر نتابع هذا الشارع تبلط وهذا المكان صار وهذه الخدمة وصلت. هذا المفروض أبسط حق من حقوق المواطن. نعم. لكن مع الأسف إحنا الحكومة العراقية أو بالوقت الحاضر الخدمات ضعيفة. نعم. على الرغم من وجود الإيرادات الكبيرة لكن سوء التنظيم وسوء التخطيط. نعم. وسوء الإدارة هذا السبب اللي خلى المواطن يحلم بالخدمة. شنو الأسباب يعني عندنا عقول ما شاء الله؟ قلت لك سوء التخطيط. نعم. وسوء التنظيم. شنو الأسباب عندنا يعني مخططين عندنا ناس عقول عندنا مفكرين؟ الفساد. نعم. الفساد كان بالعراق كله. نعم. وحتى محافظة نينوى. نعم. ما كان موجود أو حتى لو كان موجود. نعم. بحيث ما ظاهر. نعم. لكن بالوقت الحاضر تشوف الفساد عام فأنت تقلي أحتقلي أنت نائبة المفروض تقدرين. نعم. ما ظاهر للعيان. نعم. ولا تعفو. نعم. يعني أبسط شيء مثلا يعني شخص يرشي شخص. نعم. حتى يعمل له مثلا. نعم. وظيفة أو أي شيء. نعم. أو أي مطلب. نعم. اللي ينطي الرشوة ما يجي يقول أعطيته. نعم. والراش المرتشي أيضا ما يجي يقول. نعم. فهون تختفي الحقيقة. نعم. بينما هو الفساد موجود. نعم. وال يعني ظاهر للعيان لكن ليس بمسك اليد. طيب يعني 34 من نينوى. نعم. غياب مجلس المحافظة يعني أثر على عملكم صار يعني ثقل عليكم أكثر في ظل غياب مجلس المحافظة و يعني ايضا كان يعني مجلس نواب مصغر ايضا لديه تشريعات قوانين رقابه طبعا صار اكثر لانه من انحال اقاله مجلس المحافظات. نعم. قررنا قرر. نعم. رئاسة المجلس. نعم. بانه نائب البرلمان العراقي يقوم بمقام عضو مجلس المحافظه. نعم. نعم. فهذا خلانا ثقل اضافي ولهذا بالوقت الحاضر نشتغل خدمات. نعم. أكثر ما نشتغل سياسة. نعم. وحتى لو سياسة ممكن نكمل السياسة لكن الظاهر العيان والمواطن ما يقول لك اشتغل السياسة يقول لك أش قدمت لي خدمات. نعم. فمجبر المرشح ومجبر النائب أن يقوم يطالب بالخدمات يعمل هو الخدمات. نعم. يقدمها في سبيل يرضي المواطن المقابله يعني سيدة محسن هذا المواطن من يطلب من السيد النائب خدمات هذا بالتأكيد لا يعرف واجب البرلماني هو رقابي تشريعي. نعم. طيب متى يصل المواطن إلى هذا المستوى أنه يعرف دور السيدة محسن حمدون والسادة الآخرين أنه هذا دوره رقابي تشريعي يراقب عمل المؤسسات وزارات دوائر ويشرع قوانين حتى المواطن يرتاح بعمله يراجع دائرة يعني حياته شوية تكون بها منظمة شو كنت يعي المواطن أنه أنا أريد منك توطين شارع هو مواجبك واجب الدوائر الخدمية المواطن بسيط. نعم. كلش. نعم. ومعلوماته صاحب عن حاجة صاحب حاجة. نعم. ومعلوماته عن مجلس. نعم. النواب. نعم. وواجبات مجلس. نعم. النواب ضعيفة. نعم. القوانين موجودة. نعم. وتتشرع. نعم. يعني ما تقف يعني حتى لو مثلا أعضاء. نعم. مجلس النواب موجودين. نعم. القانون اللي نريد يمشي يمشي. نعم. والما يمشي ما يمشي. نعم. يعني نظام التنظيم ضعيف. نعم. المواطن معرفته ضعيفة. نعم.
وحاجة أنا قلت لك قبل شوية بأنه حاجة المواطن إلى الخدمات خلته يتناسى السياسة، يقول هذه ما واجبني ولا أنا مسؤول عنها، أنا أريد أحد يقدم لي خدمة. وأبسط الخدمات هي مثلا يقول لك توفير فرصة عمل، أهم مطلب عنده توفير فرصة العمل. طيب يعني حضرتك باللجنة المالية ما يعني حاولتوا تحركون موضوع القطاع الخاص، هذا الظهير القوي للصناعة للتجارة للزراعة، هذا قطاع مهم يعني، ما طرحتوا هذا الموضوع؟ ماكو دراسات عليه؟ طبعا هو موجود الدراسات، لكن مع الأسف هناك أيادي خفية تحاول أن توقف هذا العمل وتوقف استمرار. يعني أبسط شيء تأهيل المصانع، المفروض المصانع تؤهل والناس ترجع تشتغل، وبعد بس شلون تشتغل مصانع؟ إيقاف الاستيراد، لأنه طول ما الاستيراد موجود والعمل وصاحب المصنع يصنع المادة وماكو طلب عليها ينجبر يوقفها. المادة الأولية اللي يستوردها أغلى مما لو استورد الحاجة بالكامل. أيضا هذا شنو؟ هذا سوء تخطيط وسوء تنظيم. طالبنا بالوزارة التخطيط، طالبنا رئاسة الوزراء، دائما المجادلات، دائما المناقشات، لكن في بعض الأحيان القرارات نصطدم بالقرارات، قرارات مجلس الوزراء أو قرارات يعني الإدارات العامة تقوم عكس ما نطلبه. ولهذا لحد الآن مصانع ليس فقط نينوى وإنما في العراق جميعا، حتى لو ما تحتاج تأهيل تحتاج فقط عمل، يعني تفتح العمل متوقفة. دكتور فين هذا سيدة محاسن القطاع الخاص يعني ممكن يستوعب يعني الكثير من الأيادي العاملة في العراق في نينوى؟ أكيد. لكن يعني لكم نظرة وللحكومة يعني نظرة يعني أهم شيء هو القطاع الخاص، لكن أهم شيء يعني إيقاف الاستيراد أو تقليل زيادة الضرائب على المستورد، حتى لا مثلا تقف البضاعة ما متوفرة، زيادة الضرائب حتى يكون سعر المستورد أغلى من المنتج المحلي حتى يكون هناك طلب. لكن مع الأسف اللي نشوفه بأنه شغلات كثيرة يعني خارج النطاق وخارج التخطيط. يعني مطالباتنا موجودة أكيد، راح تقول أنتم نواب وأنتم يعني هذا المطالبة، لكن مع الأسف إحنا نطالب بها والمجلس النواب نناقش ويعني نحاول القوانين، لكن بنفس الوقت نصطدم بأنه المستورد يبقى. سيدة محسن أستاذنك فاصل بعدها نكمل حوار. شاهد الكلام فاصل وقصير ثم نعود. شاهد الكرام أهلا بكم جديد. سيدة محسن رحب بيش مرة أخرى في نقطة تحول. سيدة محسن مرشحة عن الدائرة السادسة، درستي هم القضايا اللي تحتاجها الدائرة السادسة من خلال لقاءات مع المواطنين؟ بالتأكيد تعرفين أغلب همومهم مشاكلهم ملفات اللي يعني ممكن تتعالج. هي الدائرة السادسة هي تشمل المنطقة القديمة واللي انصابت، يعني هي من الجوسق إلى المحلبية. من المحلبية لا، هي من مناطق المنطقة القديمة الأساسية اللي هي تعرضت للهدم والتدمير من قبل عصابات داعش وأيضا أثناء التحرير. فالمواطنين هون ايش يحتاجون؟ يحتاجون خدمات، يحتاجون بناء، يحتاجون تعويضات، يحتاجون معاملاتهم للتعويضات، معاملاتهم للشهداء للجرحى. فالحمد لله والشكر أنا تعرف أنا مستمرة بالمتابعة وزياراتنا بالوقت الحاضر، يعني نشوف المناطق اللي تحتاج تأهيل، نتابع مع البلدية، مع صندوق الإعمار، مع إعادة الاستقرار، مع بالنسبة للجنة المشكلة لجنة الإعمار اللي مشكلها من رئاسة الوزراء، فنتابع معاهم حتى نشوف وين الخدمات. كان اليوم عندنا جولة حتى نرشح
المناطق اللي تحتاج. نعم. وأخذنا جهة رقابية من الجهات التنفيذية العفون حتى نشوف الأماكن اللي من يعني المفروض بسرعة تتعالج. نعم. مع الأسف مدينة الموصل تعبانة كلش. تعبان. حتى المواطن تعبان. حتى المواطن نفسي تعبان. نعم. ليش؟ لأن ظروف العمل صعبة. نعم. وظروف السكن والمعيشة. نعم. توفير المواد. وأزمة سكن موجودة. أزمة السكن موجودة. توفير المواد العمل هو أهم شيء. توفير. نعم. العمل والإيجار أكثر الناس. نعم. بالمساكن إيجار. نعم. حس بدت التعويضات. نعم. طبعا من 2000. نعم. يعني التعويضات طبعا التعويضات مبالغ قليلة. نعم. ما تخليهم يكمل بين بناء. نعم. بيته أو شيء. هو حتى بس يعني مع هذا السيدة محاسن عذرا دور المدينة القديمة 40 متر 50 متر مساحة صغيرة يعني غرفة وهو يعني مساحات صغيرة. تمام. يعني وأغلبهم ساكنين بإيجارات ومتعبين وعمل ماكو. متعبين عمل. نعم. ماكو يعني معاناته الموصل صراحة أنا أقول لك العراق كله. نعم. المعاناة. نعم. مع الأسف دولة نفطية وهذه هي معاناتنا. مع الأسف التخطيط ضعيف كلش. نعم. المحسوبية والمنسوبية. نعم. والفساد كل اللي هي أدت إلى هذا الوضع. نعم. للمواطن. نعم. يعني المواطن يدور له على أجور يومي حتى يعيش. نعم. كان كنا في موازنة 21 غير موفقين. نعم. للغاية. نعم. وأنا باللجنة المالية لكن مع يعني حتى ما شاركت معهم بالمنصة. وكانت يعني سبب انخفاض النفط وكورونا أثرت على. لا بالعكس كان أسعار النفط مرتفعة. نعم. موازنة 21. نعم. أسعار النفط مرتفعة. نعم. كورونا موجودة لكن. نعم. كانت تخلو من درجات وظيفية. نعم. من عقود من الأجور. نعم. من إعادة الشرطة. نعم. المتبقين. تطوع بالجيش ماكو. رعاية اجتماعية يا سيدة محاسن يمكن أنت قريبة على وزارة المالية أنا أقرأ تابع يعني يقال أن هناك تضخم بالموظفين وشباب خريجين عاطلين يعني أيضا بحاجة لكن توظيف ماكو لأنه هو تضخم هو التضخم موجود. نعم. زين وفر مصانع. نعم. وفر أهل مصانع. نعم. إحنا المشكلة يعني قلت لك السبب. نعم. موجود المصانع لكن الموجود المستورد. نعم. او موجود بالنسبه لنا. نعم. مصانعنا غير مؤهله. نعم. يعني مصنع النسيج. نعم. انت تشوفه. نعم. مصنع السكر. معمل السكر. نعم. معمل الالبان يشتغل. نعم. يعني نعم. 50%. نعم. معامل الموصل متعبه جدا. نعم. ما تستوعب وبالاضافه الى الموظفين اللي بوزاره الصناعه بالوقت الحاضر الموظف اللي يطلع تقاعد. نعم. ما يجي ماكو بديل. ماكو بديل. نعم. ليش؟ لأنه ماكو صناعة. نعم. ولا عند النية يوفرون صناعة. نعم. فيعني مع الأسف ليش؟ لأنه على أساس تمويل من وزارة المالية لأنه. نعم. المشاريع جميعها خاسرة. نعم. فالرواتب من تجي؟ تجي. نعم. من وزارة المالية. نعم. وزارة المالية تقول كافي تعيينات. نعم. لكن بنفس الوقت المفروض نوفر فرص عمل. نعم. قطاع خاص. نعم. طيب قطاع خاص. نعم. تعبان. السيدة محاسن كيف تقيمين مشاركة السيدة الموصلية كمرشحة في هذه الانتخابات يعني نائبات سابقات نائبات حاليات وسيدات حديثات عاد في البرلمان كيف تقيمين هذا؟ طبعا أنا يعني احنا نشوف من خلال. نعم. متابعتنا بمجلس النواب السيدة تعمل اكثر من الرجل وحرصها على يعني محافظتها. نعم. هسة دوائر حرصها على المطالبة بحقوق محافظتها. نعم. أو حتى عموم العراق أكثر بكثير من الرجل. نعم. يعني 95% إذا ما 100% من النساء لا يوجد لديهم فساد. نعم. فهذا بحد ذاته هو مكسب مؤشر جيد ومؤشر جيد. نعم. للمواطن. نعم. بأنه يعني من يجي يطلب من عندي أطيق أعمل له هي. نعم. لكن في بعض يعني ما قصدي. نعم. نواب نينوى ولا نواب العراق بالكامل. نعم. هناك نواب كثير من النواب. نعم. ما تشوفهم يعملوا ولا يتابعون. نعم. بينما تشوف النائبات دائما على قدم. نعم. وساق بالعمل. يعني يمكن المرأة السيدة النائبة من تذهب إلى وزارة أو مثلا إلى شخصية سياسية يمكن تكون مؤثرة أكثر من الرجل
يعني ممكن تستحصل حقوق. لا بالعكس، ما يعني هذا ما لها يعني ما لها اي تأثير. لا لا ما له اي دور. بالعكس الرجل من يروح يعني عنده علاقات وعنده اتصالات وعندهم يعني احنا احنا كنائبات من ينتهي دوامنا او ينتهي نرجع لبيوتنا، بينما هم عندهم لقاءات وعندهم اتصالات تواصل مع الوزراء مع المسؤولين. بالعكس حصولهم على النتائج اكثر من المواطن. يعني انتوا ايضا بهذا مظلومات. هذا مظلومات. طيب سيدة محسن، ايش تحتاج مدينة الموصل يعني في ظل هذه الظروف اللي تعيشها، ملفات كثيرة، مشاكل كثيرة، ايش تحتاج من البرلمان القادم من رقابة، قوانين، تشريعات؟ إذا مثلا فيما أحد من السادة المرشحين يعني حصل على منصب وزاري أو أكثر من منصب من المسؤولين، ايش تحتاج الموصل حتى تعود زاهية كما كانت؟ هو أهم شيء الإعمار. نعم. إذا ما إعمار أهم شيء الإعمار. نعم. أهم شيء توفير المدارس، جامعات الموصل. نعم. في الوقت الحاضر الحمد لله. نعم. رجعت إلى بشكل جيد. نعم. لكن المدارس، قلة المدارس، فرص العمل قليلة، المشاريع الصغيرة أيضا قليلة، والمشاريع الصغيرة تخلي يعني لأنه المبلغ قليل فالمواطن من يأخذه على أساس مشروع صغير يصرفه. نعم. ويبقى مديون. نعم. فهوني تصير عبء على المواطن. أيضا لا تخطيط. لا تخطيط. أيضا لا تخطيط. طيب سيدة محسن، يعني ذكرتي حضرتك المدارس، هناك مدارس في القرى بالأرياف بالأقضية النواحي يعني مدير واحد أو معه معلم يعني يديرون هاي المدرسة تدريسا. صحيح. وإدارة يعني زين، كثير من الشباب خريجين يعني ليش ما نحاول نعوض هذه المدارس أفضل من أنه المدير يدير مدرسة واحدة ويعلم ويدرس ويعني عليه ثقل كثير. ولهذا اتجهوا إلى المحاضرين المجانيين. نعم. المحاضرين المجانيين. نعم. أكثر من 20 هذا راح يظل مجاني خطية ما يعني. لا هو أكثر من 20,000. نعم. مع الإداريين. نعم. بالوقت الحاضر. نعم. وصلوا إلى 25,000. نعم. لكن لا بنفس الوقت بالموازنة خلينا لهم مبلغ وتحويلهم إلى عقود. نعم. فبالوقت الحاضر يعتبر عقد. نعم. فأكيد بالموازنة القادمة أكيد عندهم فرصة تعيين. نعم. أكثر من السابق، لكن نفس الوقت المحاضرين المجانين قاموا بواجباتهم يعني كانوا سند وسدوا النقص. نعم. كانوا سدوا النقص في كثير من أعطوا سند قوي كانوا للمدارس بالفعل وعطوهم مسؤولية يعني. نعم. ما مثلا أنت محاضر مجاني ما تدخل ولا تدرس ولا أبد. نعم. لكن الحاجة لهم. نعم. ايضا خلتهم، ولهذا احنا اصرينا ان يكون لهم تخصيص مالي. نعم. بموازنه العام 2019. نعم. وايضا بموازنه 2021. نعم. وهم بالوقت الحاضر يعتبرون كعقود. نعم. تتوقعين بالموازنه القادمه ان شاء الله يعني لك الموفقيه في يعني الفوز وتكوني عضو برلمان قادم، تتوقعين ميزانيه نينوى تزيد بعض الشيء عما كانت عليه؟ ممكن يعني نحصل وظائف نحصل شيء؟ هي ميزانية العام المقبل إذا موجودة وإذا بها وظائف تعمل العراق كله. نعم. وليس فقط نينوى. نعم. يعني لكن عفوا يعني جنابكم كبرلمان شرعتوا الموصل كمدينة منكوبة. نعم. يعني هذه ما تستحق امتيازات أكثر من باقي المدن؟ مع الأسف ماكو أي امتيازات كمدينة منكوبة. نعم. لكن فقط إضافة صندوق الإعمار. نعم. كان اللي على أساس هو. نعم. زيادة البناء يعني هاي مبالغ التعويضات. نعم. موجودة التخصيصات. نعم. المالية. نعم. بالنسبة للجرحى والمصابين كان هناك لهم رواتب، هذه يعني كان بها. نعم. حركة. نعم. لكن بالوقت الحاضر هو بطء تنفيذ هذه. نعم. بطء الإجراءات. نعم. وصعوبة الإجراءات، تصريح أمني، استخبارات، مخابرات. نعم. مساءلة وعدالة. نعم. العائلة، الورثة، هذه بمحافظة نينوى مع الأسف التعقيدات أكثر من غير محافظات. نعم. يعني عندك صلاح الدين والأنبار، ليش تقول من نقول الأنبار متفوقة علينا. نعم. متفوقة علينا بخفة. نعم. إجراءاته. نعم. ضعف تبسيط الإجراءات، تبسيط الروتين. نعم. يعني أبسط شيء هسه أنا معترضة، إحنا عندنا موازنة تنمية الأقاليم. نعم. محافظة نينوى 420 مليار. نعم. لحد الآن ما استخدمنا ولا دينار. نعم. ليش؟ والخطة موجودة. نعم. والمشاريع موجودة والاستعدادات المقاولين. نعم. أو الشركات الاستثمارية موجودة. نعم. لكن مع الأسف لأنه ما نزلت المبالغ في خزينة محافظة نينوى
لحد الآن مشاريع ما موجودة، بينما الأنبار مشاريع أعتقد بالكامل كملت. نعم. والفلوس هسه استلموها. نعم. رأسا من استلموا ووزعوها. نعم. إحنا المحافظة يقولون النزاهة تحاسب. نعم. وما تقبل. نعم. والمحافظ أيضا يتردد. نعم. يقول ما أقدر لأنه لا خوف من النزاهة. نعم. فهذا هو سبب تأخير محافظة. سيدة محسن، إيش تحتاج مدينة الموصل محافظة نينوى من مشاريع؟ يعني حضرتك عضو مجلس نواب بالتأكيد لديك خبرة اطلاع، وأنت عضو لجنة مالية، إيش تحتاج مدينة الموصل؟ هو تحتاج إعادة الجسور. نعم. تحتاج بناء المستشفيات. نعم. وتحتاج المطار. نعم. هذه المشاريع الثلاثة. نعم. موجودة بموازنة. نعم. 2021، لكن مع الأسف لحد الآن بالنسبة للمستشفيات، مستشفى الجمهوري ومستشفى أعتقد السلام. نعم. على أساس قرض تركي. نعم. وقرض كويتي. نعم. لكن لحد الآن ما انحالت هذه المدى أيضا إجراءات يعني. إجراءات. نعم. الروتينية. نعم. الإجراءات الروتينية الموجودة في معاناتنا هنا وبوزارة التخطيط هي اللي أتأخر. نعم. الجسور انحالت وهسه بدأوا يشتغلون بها. المطار انحال الشركات الفرنسية. نعم. على أساس وقرض مبلغ لا يستهان بينه. نعم. لكن مع الأسف لحد الآن ما بدأ على أساس الخرائط والاستشارية والصعوبات. نعم. ولحد الآن احنا بشهر التاسع ماضي شيء انتهت السنة المالية وإحنا بعد ما استخدمناه. نعم. فبطء العمل والإجراءات. نعم. في محافظة نينوى هو السبب الرئيسي في تأخر محافظة نينوى. يعني إذا أيضا للحكومة المحلية نينوى بلا فنادق، يعني تعرفين من تجي أكيد الفنادق. نعم. الفنادق. نعم. تأخرت. نعم. لحد ما صفوها مع. نعم. المستثمر. نعم. لأنه فندق نينوى أبروي. نعم. المستثمر طلب تعويض. نعم. مبلغ. نعم. كبير. نعم. وفندق الموصل. نعم. ولهذا بالوقت الحاضر هناك حركة على. نعم. إعادة بناء الفنادق. طيب قبل ما أختم حواري مع جنابك، رسالتك إلى أهلك في نينوى مدينة الموصل الدائرة السادسة، ماذا تريد أن توصل لهم تفضل؟ يعني أطلب من أهلي في نينوى أن يعني أنا ليس فقط أطلب دائرتي. نعم. وانما أهلي في نينوى بالكامل. نعم. بين يروحون للانتخابات. نعم. يختارون الشخص المناسب، يختارون الشخص الفعال، وليس لا يتم اختيار الشخص عن طريق العشائرية. نعم. أو عن طريق المحاباة. نعم. وإنما يختار الشخص الفعال اللي يعمل، اللي له تأثير بالبلد، بالحكومة العراقية. نعم. أو بالمحافظة. نعم. أو له الخبرة. نعم. لها تأثير. أنا لا أقولها سيقولون لأنه هي على أساس. نعم. نعم. لا، الخبرة أساس العمل. نعم. لولا الخبرة لما كانت ممكن الاستمرار بالعمل. سيدة محسن، إن شاء الله التوفيق لك ولكل السادة المرشحين في كل الدوائر الانتخابية في نينوى، من أجل أنه يعني تتحقق كل طموحات المواطن وتعود العافية لنينوى إن شاء الله بجهود الجميع والخيرين والوطنيين من أبناء هذه المحافظة وكل العراقيين. شكرا جزيلا. السيدة النائب محسن حمدون دلي، عضو البرلمان العراقي، مرشح عن تحالف التقدم الوطني الدائرة السادسة سلسلة 21، شكرا جزيلا، نلتقيك على خير دائما، بارك الله بك. الله يسلمك، شكرا جزيلا، بارك الله بك. شاهد الكرام، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج نقطة تحول، تقبلوا تحياتي وتحيا زملائي في كادر العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.